دلوقتي تعالوا نروح سريعا لزميلتنا لميا حمدين عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس. لميا. شكرا لك يا مصطفى. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وكمان في فرص لأمطار خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحياناً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا ان احنا شايفين انه هيبقى فيه امطار من خفيفة لمتوسطة في اماكن مختلفة. بالفعل اليوم الاول خلينا نقول هيستمر انخفاض درجات الحرارة على اغلب انحاء الجمهورية، متوقع العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهيساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، رغم إن احنا هنلاحظ اليوم زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس لأن السحب مش هتكون بالشكل اللي احنا شاهدناه أمس وأول أمس. الأجواء خلال فترات الصباح الباكر هنشعر بيها أجواء مائلة للبرودة، لكن مع تقدم ساعات النهار ودخول يعني ساعات النهار وأشعة الشمس هنحس بالأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية، محافظة الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. الأجواء بتكون خلال فترات النهار مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء زي ما قلنا ده خلال فترات النهار، لكن في الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر هنحس بالأجواء المائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، يمكن في بعض المحافظات بتنخفض عليها درجات الحرارة خلال فترات الليل بتوصل ل 10 درجة مئوية على محافظات شمال الصعيد، وسط سيناء بتوصل لخمس وست درجات، فالانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة تحديدا والصباح الباكر. بالإضافة كمان اليوم مع وجود المنخفض الجوي يستمر سقوط الأمطار، ويمكن بدأت خلال ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق من شمال الصعيد، أيضا بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر. اليوم هيكون فرص الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء، خليج العقبة، أغلب المناطق المطلة على البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر. أما باقي مناطق الجمهورية زي شمال الصعيد، سواحلنا الشمالية، محافظات شمال الوجه البحري، فرص الأمطار عليها اليوم خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. من غدا إن شاء الله هنبدأ نتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فهنبدأ نحس بالدفء خلال فترات النهار والأجواء المعتدلة فترات النهار، لكن فترات الليل الأجواء هتظل أجواء مائلة للبرودة، هنلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لأن العظمى غدا هتكون 24 درجة مئوية، مع عودة طبعا الظاهرة الجوية المؤثرة في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية اللي هتظهر بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في المحافظات المختلفة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمة الإدارية العظمى فيها 22 والصغرى كمان 15، اسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، العلمين الجديدة 22-15، مطروح 21-14، دمياط 22-16، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 23-15، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 14، سيوة 22-10، كاترين 19-7، طابة 22-15، حلايب 27-20، شلاتين 30-20، شرم الشيخ 26-19، الغردقة 26-18، الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 13، بني سويف 23-12، الوادي الجديد 27-13، أسيوط 24-11، سوهاج 24-14، قنا 27-14،
الأقصر 28-15 وأسوان العظمى 29 والصغرى 15. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا تفاصيل حالة الطقس النهاردة. ونرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا النهاردة. شكرا جزيلا.